هنقول بقى هنعمل وصفه دلوقتي لطيفه، خلينا نقول للشريك اللي بالايه اللي بالعجوه، لان في ناس كتير قوي كانت طالباه عايزه تشوف، فاحنا هنعمله في السريع. فخلينا نقول مقادير ونزلوا المقادير حبايبي. مقادير الشريك، عندي للشريك طبعا الدقيق اللي بنستخدمه بيكون دقيق كل الاستخدامات، او الدقيق الخاص بال الدقيق الفاخر يمشي برضو، في انواع منه كويسه جدا. تعالوا بقى نقول مقادير: 4 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره ملح، ربع كوب من الزيت، ومعلقه كبيره من الزبده، كوبايتين وربع لبن دافي، وممكن ياخد اقل، معلقه كبيره خل، ودي بتدي العجين تخليه هش كده وفلافي، معلقه كبيره بيكنج باودر. نيجي بقى هنا الحشو العجوه اللي احنا عايزينها: نص كوبايه لبن، معلقه كبيره من السم، قرفه حسب الرغبه وسمسم حسب الرغبه. للوش بقى انا بدهن بشويه لبن، معلقه عسل ابيض، واحط سمسم. نيجي بقى نشوفها، بصبعها عادي، واحنا اتفقنا العجوه بتتعمل على البارد، يعني ما بسخنهاش على النار. بسم الله، هحط الدقيق، كميه اللبن على حسب الدقيق، واحنا بنحطها قلنا تدريجي، ودي اخر حاجه دايما بنضيفها. نحط المقادير بتاعتنا علشان السكر والخميره، واتفقنا ان ممكن نعمل خطوه تانية غير كده، هي فكره ان احنا نجرب الخميره الاول. فاحنا نحط الخميره مع السكر وبعدين نبدا نتعامل معاها، يعني مع السكر وشويه ميه دافيه او شويه لبن دافي، ونسيبها لحد ما تبان انها اختمرت كويس وعليت، وبعدين نبدا نحطها على الخليط البواد الجافه نفسه، نفس الفكره يعني، بس لزياده الاطمئنان. هنبعد بقى كده، نقلب الخليط مع بعض. بسم الله، واللبن الدافي، شوية شوية. ممكن ياخد قلنا نفس الكميه، وممكن يفرق في نفس الكميه دي يا زياده يا اقل على حسب نوع الدقيق. بسم الله، تبقى عجينه ناعمه كده وحلوه. اللبن الدافي بيخلي العجينة ناعمة وجميلة، وطبعا معلقة الخل زي ما اتفقنا، أنا ساعات بحطها على اللبن على فكرة، يعني أنا ساعات بحطها على اللبن وأدعم بيها اللبن بتاعي. خلينا نشوف بقى كده العجينة أخبارها إيه. بسم الله، حلوة، بس عايزة أديها ضربة كمان لسه، يعني حاجة بسيطة. بسم الله، حاضر، اظبط بس المقيار ده وهبعد حاجه. هي خدت اهي المعيار ما عدا تقريبا معلقتين لبن حاجه كده، يعني بصوا اللي باقي حاجه بسيطه قوي اهي. نديها بقى ضربه حلوه كده، هتلزق الاول، ما تتغروش فيها وما تزودولهاش، وبعدين هتلم لوحدها، هتلم وهتنضف الحله بتاعت العجان اهي. تعالوا بقى نطلعها واوريها لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد بس الحبه الحلوين دول، وتعالوا بقى. حاضر، بصوا بقى العجينه عامله ازاي، بصوا شايفين الطراوه بتاعت العجينه؟
يجيبوا لي بس الساق. ماشي يا روان كده. بصوا اهي اهي، وارجع كده شويه لحد ما ولم. يعني وانا بروح بهنا ببطن ايدي بلم، وانا راجعه تاني ببطن ايدي برضو، عشان بس ايه تبقى العجينه تظبط معايا، وكل ما تشتغل تخلي اللوتن ده اللي جوه يبدا ايه يريح كده معايا، وما تبقاش كان انا بشد وهي بتشد. طول ما هي بتشد وانا بشد لازم اسيبها ترتاح، يبقى العجينه ما خدتش كفايتها في الراحه. لكن اول ما بترتاح وادي افرد بتديني الايه اللي انا عاوزاه، وما تبقاش بتقطع معايا كمان. اديها بقى شويه كده بس، انا عشان الوقت هاخد كده اللي خمرانه. طبعا اي عجينه في الدنيا لازم اسيبها على الاقل ساعه، ساعه تخمر، وبعد ما تخمر بديها حوالي ربع ساعه تلت ساعه تاني في التشكيل التاني، او قبل ما احطها على الصاج بتاعي علشان تعمل ايه، علشان تخمر مره تانية. شوفوا دي بقى ارتاحت ودي لسه، فمشدود ازاي العجينه، شايف الخطوط دي كلها شده لسه ما خمرتش. طبعا احطها هنا ولازم اغطيها واسيبها تخمر علشان الدنيا تظبط ايه معي، على حسب بقى حجم الشريك اللي انتوا عاوزينه، ما حضراتكم تحبوا تحبوا تعملوا. هعمل كده وهبدا بقى ايه، هاخد جنبي رشه دقيق خفيفه. بصوا العجوه دي حطيت معلقه السمنه، حطيت شويه لبن، وقعدت عجنها بايدي بايدي لحد ما طريت معايا مع معلقه السلس، وعملتها صوابع. برضو نرجع نقول صوابع الـ دي اللي فيها العجوه على حسب حشو العجوه، بتحبوه كتير ولا قليل، بتحبوه ايه. هاخد بقى المردانه الكتير. صح، هو بصراحه الشريك بالعجوه لمحبي العجوه، يعني مش للناس اللي ما بتحبش العجوه قوي. فخلينا بقى نفرد كده. انا بحبها مبقلظه بقى، يعني الواحده بسم الله ما شاء الله قد رغيف العيش كده كده. انت لو كلضمت تاني مش هيحصل. طيب سامعني ولا لا؟ فوق كده، كلضمش، الله يكون في عونك وعون سالي معاها بالمره. بصوا بقى انا زودت هنا عشان هم عاملني بس الشباب اللي عجوه رفيعه كده. هبدا بقى ايه، هاخد كده هبططها شويه بس طبعا في الاخر رول، مش عايزه بقى العجينه ايه كتير، وهاجي اقطع بالسكينه كده مثلا. خلاص حطيت رشه الدقيق، كل ده والعجينه ما حطيتش رشه دقيق. مش عايز هقفل هنا الاول كويس كده اهو هنا، وبعدين هعمل كده في كده. انا هلف، ممكن يتعمل نص دايره كده، ممكن يتقفل في بعضه كده كده اهو، وبعدين لما اجي اعمل شكل الترس هفتح كده مثلا. ده الترس اللي فيه الايه اهو، يتفتح حبه حلوين كده. وخليني اجيب الصاج، رشه زيت خفيفه، والزق بس ورقه الزبده هنا، واحط نقطه زيت كمان فوق، ونمسح كده. وفي الاخر هسيبه على الصاج ده واغطيه شويه لمده مثلا ربع ساعه تلت ساعه، قبل ما اسخن الفرن. الفرن بعمله على 180 على الشبكه في النص اهو. نعمل واحده كمان. وانا طبعا بدهنه من فوق، هعمل دلوقتي شويه لبن ومعلقه عسل والسمسم هرشه.
خلاص كده. ممكن نعمل نص دايره الشكل اللي يعجب حضراتكم اعملوه، مش شرط شكل الترس يعني، بس هي بتبقى للفطار الصبح حلوه قوي. حاضر. يعني في ناس الصبح بتبقى صاحيه مش قادره تاكل فطار، انا عن نفسي ما بعرفش افطر، ما اعرفش افطر ابدا. لازم اخد حاجه فيها حاجه مغذيه، يعني ممكن مثلا تمرتين او واشرب وراها حاجه وخلاص، لازم حاجه تبقى فيها بس فايده. واحط حشو العجوه، واحط بس الاثنين مع بعض. بصوا التخانه على حسب ما حضراتكم بتحبوا الحشو، اتفقنا الحشو ده اختياري. عملناه ازاي؟ معلقه السمنه اللي قلنا عليها على البارد وشويه لبن، عجنتهم وحطيت سمسم اهو. هقطع بقى بالسكينه هنا وهبدا اجي كده اقفل هنا كده، وزي ما حضراتكم تحبوا بقى يعني ايه الحشو ده، والشكل النهائي خاصة بحضراتكم ويرجع لكم. بص بتتبطط، انا بحاول ابططها بس كده عشان تبقى نفس الشكل وتبقى تاخد عرض شوية، ولما اجي اعملها بالسكينة ده شكل على فكرة، يعني ده كمان شبه حدوة الحصان، ده شكل بس انا بحب الحقيقة اقفلها. فبدخلها كده جوه بعض هنا، بصوا كده، وبنيمها واقفل ده هنا. بعد ما بتخمر كل ده بترجع في بعض تاني هنا كده، وهروح عاملاها هنا برضو بالسكينه كده 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 اهو. هتنفش تاني وهتبقى نجيب بقى معلقه العسل وشويه اللبن، وعندي مثلا بوله صغننه كده، هحط بقى شويه اللبن ومعلقه عسل صغنونه اهي. العسل ده اولا بيديها تحميره وطعم مسكر حلو قوي، صحي طعم حلو كده، لون وطعم كاضافه يعني. وبعدين بدوب العسل كده جوه اللبن، واخر حاجه برشها تكون ايه؟ السمسم. وده برضو حاجه مختلفه، يعني احنا اول مره نجرب العسل الابيض اهو مع حضراتكم لو ما فيش عسل اسود زي ما اتفقنا. ناخد بقى الفرشه اللي احنا عملنا بيها اهي، وهنعمل كده. ويدخل بقى الفرن حراره 180 على الشبكه في النص، بعد ما بكون سبته حوالي ربع ساعه بره هنا علشان يخمر لحد ما بشغل الفرن وايه واتعامل معاه. بينفش عن كده كمان وبيعلى، وبعدين ارش السمسم اهو. اوكي كده حلو تمام. ندخل بقى الفرن طبعا بعد ما بنسيبه يرتاح. على المرحلة دي بعد ما سبته تلت ساعة متغطي كده بكلانفول أو بالستريتش علشان يعلى وينفش ويريح شوية، وتبقى العجينة فلافي كده وطرية وجميلة. وبعدين نبدأ ندخله الفرن، هياخد حوالي 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن اللي حضراتكم عالية شوية. بصوا على النص، بشغل الفرن والمروحة في المرحله الاولانيه، لقيت خد لون ذهبي من تحت وبدا خلاص، ومن فوق لسه فاتح، رحت طافيه الفرن وشغله الشوايه على الهادي واتابعه والف الصاج عشان ياخد من جميع النواحي، بيديني اللون الذهبي الحلو اللي حضراتكم بتشوفوه في الافران.